محمد دياس سيف العباسي. يا محمد انت كيف حالك؟ تمام مرتاح الحمد لله. والله الحمد لله. الحمد لله ربي يعطيك العافيه يا محمد. كي على امي وابي والحمد لله. تشقى على امك وابوك يا محمد؟ ايش تبي يا محمد؟ مصاحف. مصاحف؟ طيب بكم المصحف يا محمد؟ محمد بكم المصحف؟ احيانا 1005 احيانا 1000 احيانا 5 احيانا هدية انا اهديها. تعطي بلاش احيانا يعني هدية؟ هدية. والله ما عاد انا داري ما اقول له محمد. الامانة انه احلى واحد قابلته في المقابلات حقي كامل من اول ما فتحت القناة يا محمد. محمد انا اسألك سؤال، انا فدالك يا محمد، بسألك سؤال. اذا جاوبت السؤال صح يا محمد تاخذ مني على طول جائزة نقدية، تمام يا محمد؟ بس لو جاوبت غلط يا محمد عتديني مصحف مجانا. يهني كذبك يا جماعة، فيه كرم غير طبيعي والله العظيم. يا الناس المرتاحين، الناس المرتاحين انظروا لهذول الناس. يا محمد عد لي من 1 إلى 10 الأعداد الزوجية، إن شاء الله ما كنت صعبت عليك السؤال. لا سؤال سهل يا محمد. 2 4 6 8 10. حبيب قلبي يا محمد يستاهل تحية. أنا أفدالك يا محمد أكرم، أنا أفدالك يا محمد، تستاهل الجائزة بكل جدارة وألف مليون مبروك يا محمد. مسك الهدية، ربي يرزقك يا محمد. قول آمين. ما تشي تقول يا محمد. يا أخواني ادعموا الناس الفقراء والمهدئين مثلا أنا، لا فقير ولا مهدك، بس أحب أرسل كلمة للأغنياء إنهم ينذروا للفقراء. يجي موت ولن يجي الموت، يجي موت ولن يجي الموت. والسلام عليكم ورحمة الله. أحلى رسالة من محمد. محمد يقول لكم هو مش فقير وهو مش محتاج، بس ادعموا الفقراء وادعموا المحتاجين. ومحمد بيقول لكم أنه بيجي موت وبكرة بعد بكرة الشخص حي، بكرة بعد بكرة الشخص مات. ربنا يسعدك يا محمد. محمد يعطيني هدية، أنا أفدالك يا محمد. الله يحفظك يا حبيبي، الله يسعدك يا محمد.